يسعد أوقاتكم بكل خير يا أحلى متابعين، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل كل شيء حابة أني أعرفكم عن حالي. أنا اسمي حياة، من سوريا، مقيمة في الأردن من مواليد 92، عندي 3 أطفال وبس هيك. وانتوا عرفوني عن حالكم وخبروني من أي بلد بتتابعوني. حبيت أني نزل هالفيديو اليوم كشكر للجميع. بدي أحكي لكم أنه أخيراً اليوم وصلني درع 100,000، الحمد لله رب العالمين. صار لي زمان بستنى هاللحظة وقلت لازم اني صور فيديو ونزله وشارككم فرحتي، لانه هالشي طبعا بفضل رب العالمين وبفضلكم. بتشكركم من كل قلبي وبتشكر كل شخص دعمني. دعمكم وحبكم لإلي بيشجعني اكتر وبيخليني استمر. كتير مبسوطة الحمد لله وكتير متحمسة لشوف الدرع. يلا نفتحه ونشوفه مع بعض. هذا منظر الدرع من جوا، شايفين ما احلاه، بتجنن ما شاء الله. وهذا اسمي مكتوب عليه، حياة نور. طبعا كنت حابه اني اكتب عليه اسمي بالعربي كمان بس نسيت. ان شاء الله يا رب اكتبه على درع المليون. ومن ورا طبعا هيك شكله، تقدروا تعلقوه باي مكان عندكم بالبيت. بتصدقوا انه هذا احلى شعور بالعالم؟ صح، يمكن الناس بيحتفلوا بدرع المليون، ما كتير بيحتفلوا بدرع 100,000، بس بصراحة انا كتير مبسوطة انه وصلني هالدرع. وهالشي طبعا بالنسبة لي بداية كتير حلوة. بكل مرة كنت استسلم واقول خلص ما عاد فيني كمل، بس كنت ارجع واقف على رجلي وارجع اقوى من قبل. الحمد لله رب العالمين، شكرا لكم شخص شخص لانكم السبب بفرحتي اليوم، وقلت لازم تفرحوا معي. بتمنى تضلوا تدعموني لأنه فيكم بقوة وبدعمكم بستمر. بحبكم كتير يا أحلى متابعين.